كافيين لقائنا معكم مشاهدينا مباشرة عبر شاشة تالي لوميير ونورسات وبفقرة تكنولوجي بسر استضيف روجيه عزار خبير بالمكاتب الافتراضية. صباح الخير، اهلا وسهلا، كيفك؟ ماشي الحال صباح. كونسبت جديد رح نكون عم نحكي عنه، كونسبت بلش ينتشر هيك بلبنان وبالعالم. العالم يمكن ما هيك بعد فاميليير او بعد ما معود عليه، مثل ما لازم معودين على هيك الدقه القديمه. اذا بدك الواحد يكون عنده مكتب له بيشتغل فيه وبيسكر وبيفل، وانا ما هيك مع التطور مع هالازمات اللي عم نعيشها كمان هالبزنس تطور، صار عندنا طرق جديده لنشتغل من خلالها. سو اليوم رح نحكي عن هالمكاتب الافتراضيه او عن الفيرتشوال اوفيسز. خبرنا هيك بدايه عن هالفكره، شو يعني كلمه فيرتشوال اوفيس او مكتب افتراضي، وهيك كيف بلشت هالفكره بلبنان؟ اوكي، المكاتب الافتراضيه انشئت بهدف انه رواد الاعمال يلي كل العالم اللي بدها تشتغل منا مضطره بقى تروح تاخذ مكتب مثل التدقه القديمه، صار فيهم يروحوا يكون عندهم عنوان ورقم تليفون وكل الخدمات اللي هلا بنشوف شو بقدمها الفيرتشوال اوفيس، ويشتغلوا وين ما كان من حول العالم، ما بقى ماسورين انه انا مكتبي بمحل فلان، لانه العالم تطور وما بقى نحن قادرين نتماشى مع التطور اذا بدنا نضل بالدقه، اذا بدك الاوفيسز القديمين. يعني اليوم الفيرتشوال اوفيس شو بقدم؟ بقدم لك عنوان عمل مميز بتقدر تحطه على البزنس كارد تبعك، بقدم لك رقم تليفون، في عندنا سكرتاريا فيها وقت حدا يدق ترد على التليفون باسم شركتك، بقدم لك صالات اجتماعات، بقدم لك محل بالبزنس لاونجز او ردهات العمل انه اي واحد يجي يشتغل فيه وين ما يسافر، ويكونوا هالشركات عندهم يلي اخذ عندهم تواجد، كمان فيك تستعمل انت المكتب تبعهم. يعني بيكون عندك مكتب بكذا دوله بالعالم بكل بساطه. فيك بس الفكره الاساس انه انت منك بحاجه بقى يكون عندك مكتب فيزيكال اذا منك بحاجه لإله، اربع حيطان تقعد فيه انه انا خلص بدي اشتغل، هيداك له يعني طلبه. بس الفيرتشوال اوفيس كل العالم، تخيل انه انت هلا اذا بدك تاسس شركه عندك عنوان بعقد، عندك اذا حدا دق لك سكرتاريا، حدا يرد على تليفوناتك، عندك صاله اجتماعات تقدر تجتمع فيها، وعم تكون تكلفه كثير قليله، عم تاخذ كل اللي بدك اياه من المكتب، بس فعليا انت ما عندك مكتب فعلي. يعني يمكن الاشخاص اللي كمان مبلشين شغل جديد، او يمكن هلا شباب وصبايا عم يفكروا يكونوا عم بياسسوا بزنس لهم، بدل ما يكون هيك يمكن عم بيستاجروا مكتب، بكونوا عم بياخذوا الاوفيس الفيرتشوال، صح، يكونوا عم ببلشوا فيه، وبيكون هيك افانتاج لانه يكونوا عم ببلشوا بهالليفل. صح، هي بالاساس انعملت للستارت ابس والانتربرونورز، يعني كل واحد صاحب فكره اليوم اذا بده يجرب فكرته اذا بدها تمشي ما انه مضطر يروح ياخذ مكتب ويجهزه ويشتري له العفش وكل هالامور ويجيب سكرتاريا، بياخذ الفيرتشوال اوفيس ببلش فيها، مش الحال يمكن شغله يتطلب منه انه ينقل من فيرتشوال اوفيس ل برايفت اوفيس اللي هو المكتب الفعلي. بس اكيد اليوم كل ولبنان معروف يعني بالعالم والشباب يلي كثير بحبوا هن ياسسوا شغل، صحيح، يعني اداره الاعمال لبنان كثير شغاله، صحيح، فبهالطريقه بيقدروا يكونوا عم يبلشوا من محل معين. صح، انا بعرف خصوصي يعني بس واحد يخلص جامعه يمكن شاب او صبيه عندهم ايديا وعندهم كونسبت بحبوا يكونوا عم يشتغلوا عليه ويطوروه، او ابلكيشنز كمان عم شوف كثير ابلكيشنز هلا عم بيصير عندهم مكاتب ليبلشوا يشتغلوا منها، فهذا يمكن كونسبت منيح يقدروا يبلشوا فيه تينطلقوا بالاعمال تبعهم. صح، قد ايه لبنان هيك كان هين او صعب العالم تتعود على هالكونسبت؟ شوف، هي الفكره منا جديده، الفكره قديمه بلبنان تقريبا من 2005 2007 بهالفتره بلشت. نحن عم نجرب ننشر قد ما فينا هالفكره من خلال الجامعات، من خلال التلفزيونات الراديويات. ليش؟ لانه نحن بهمنا، كل اللي بهمنا انه هالشاب او الصبيه وقت يتخرج وبده ينقل لمعترك الحياه بالعمل عن جد يكون عنده حدا منور، وانه تعي خيي في عندك هالفكره فيك تبلش منها، لان في كثير عالم، انا واحد منهم، انا رح اعطيك شيء صار معي. انا وقت تخرجت قلت بدي بلش شركتي، جيت عملت حساباتي اذا انا بدي استاجر مكتب وكل هالامور، طلعت ما بقدر بعدني مخرج جديد. لو كنت بعرف انا بوقتها انه في الفيرتشوال اوفيسز
او المكاتب الطرديه الفكره موجوده، يمكن انا اليوم كنت صرت بغير محل. عرفت كيف؟ فاكيد اليوم فكره جديده بعدها، بعدنا عم نجرب قد ما فينا نحن نقول للعالم انه يا اخي جربوها، يمكن بهالفتره من البزنس تبعكم تكون انسب لكم من غير التقنيات. في اعمار معينه هيك بيجذبها هذا الكونسبت اكثر من غيرها؟ اجمالا عم بتكون، ما راح احكي على الاعمار، راح احكي على حجم الشركات. اجمالا كل شيء انتربرينورز وستارت ابس اجمالا عم بيكونوا بين ال 25 وال 50، كل هالفتره الفئه العمريه الكبيره اللي موجوده كلها هي فيها تستعملوا. هلا بتقلي انه اللي عمره فوق 50، لا ما خص منا بهذا العمر، هي يمكن الواحد اذا بده ياسس شركه، في ياسس شركه هو صغير، وفي فوق اخر شيء بالستين اذا عنده حلم او مشروع على باله يعمله واحد ثاني اللي بده. صحيح. لكن عم نشوف هيدا الكونسبت الجديد، بلشنا نشوفه اكثر بلبنان. السوق اللبناني اذا بدنا او الاشخاص اللي عم بيشتغلوا بلبنان مثل ما قلت لي عم بياخذوا الفكره، يعني تقبلوها بسلاسه، تقبلوها ببساطه، قلعوا فيها مثل ما لازم. وقد ايه يمكن فتره كوفيد او هيدا اللوك داون اللي صار يمكن خلت العالم تتجه اكثر نحو المكاتب الافتراضيه؟ اوكي، رح جرب اغطي لك هذا السؤال بكذا جواب. لا، الفكره ما كانت هينه، لانه وقت تقول مكتب افتراضي بفكروه في مكتب وهمي، فيرتشوال اوفيس مكتب افتراضي، ما انه مكتب وهمي. يعني كثير لغط حول هالموضوع، يعني عم تاخذ انت خدمات بيقدم لك اياها المكتب العادي، بس بلا ما يكون عندك هالفيزيكال بريزنس للمكتب. طيب اليوم وقت نجي نقول نحن هل في اقبال عليها؟ يس، في اقبال عليها، خصوصا اذا بدنا دغري نروح لموضوع الكوفيد. اليوم الكوفيد اذا بنشوف الريبورتس اللي عم تطلع انترناشونالي بالعالم من 2019 اول ما بلشت، تقريبا بلشت ازمه الكوفيد، صاروا يقولوا لا ورك فروم هوم، كلنا بدنا نترك مكتبنا ونروح نشتغل من البيت. صح. بعد 6 اشهر شافوا انه لا، الشغل بالبيت منه هالمفيد، نقلوا هلا اجدد شيء وهيدي الترند هي الهايبريد سولوشنز. يعني اليوم انا ممكن يكون عندي مكتب صغير لحاجته وباخذ فيرتشوال اوفيس لحتى اقدر انا لبي. ليه؟ لانه اليوم انا ما بقى بشتغل من المكتب ديو اوقات لوك داونز، اوقات كوفيد، اوقات تباعد اجتماعي، اكيد هو اللي موجودين بالمكاتب الفعليه، بس الفيرتشوال اوفيس فيك تشتغل بالبيت وبرضو عندك عنوان وعندك حدا عم بيرد لك على تليفوناتك وعندك صاله اجتماعات اذا صار عندك شي ميتنج. يعني بالكوفيد الفي او نحن بلبنان لقينا انه في ترند عليت كثير للعالم اللي اخذوا فيرتشوال اوفيس اخر فتره اخر سنه. يعني والشيء كمان انا حبيته شخصيا انه في حال رحت على غير بلد وفي كمان فيرتشوال اوفيسز، في يكون هيك عندك كذا لوكيشن يمكن من وراء شركه معينه او من وراء بروفايدر معين هو عم بيعطي هالفيرتشوال اوفيس، بتقدر كمان في حال سافرت، بحس هيك اشخاص يمكن بيسافروا كثير بهمهم هيدا الاوبشن. صحيح، اليوم الشركات الموجوده اللي بتقدم هالخدمه هن كتار، في منهم عم بيكونوا انترناشونال، يعني عندهم تواجد بكذا دوله. اليوم ما في شيء بيمنع اذا انا وياك رحنا اسسنا الشركه نحط عنوان، فينا ناخذ عنوان هون او فيرتشوال اوفيس مع رقم تليفون، في ياخذ بس عنوان بفرنسا، في ياخذ رقم تليفون بالسعوديه. هيدي الفيرتشوال اوفيس ما هي رقم تليفون وعنوان، فيك تاخذهم اثنيناتهم، فيك تاخذ وحده من الثانيه، صارت بتخليك انه انا اذا بدي يكون عندي بريزنس فرع بالسعوديه او بفرنسا او بالامارات، في ياخذ فيرتشوال اوفيس وانا بكون قاعد بشغل بلبنان، في عندي تيم هناك عم بيهتم لي بالامور اللي لازم تنعمل. هلا مع الاونلاين يعني عم شوف قديش الشغل عم يصير بسيط اكثر وسهل اكثر وسريع اكثر مع هالاوضاع يمكن استثنائيه، بس قدرنا يمكن ناخذ منها شيء بوزيتيف بما يخص الشغل والمكاتب. حكينا شوي عن ايجابياتها، بس قد ايه في لها سلبيات ولا ما في لها سلبيات بعد هالدراسه وبعد هالشغل على الارض اللي حضرتك عم تعمله؟ السلبيات اول شيء حكينا انه بعد الكونسبت فاكرينه مكتب وهمي، هي مش مكتب وهمي. كان في عندنا سلبيه انه اللي بياخذ فيرتشوال اوفيس ما في سجل شركه. رحنا اشتغلنا عليها وطلعنا ونزلنا لحتى من 7 سنين، يعني هلا بعد 7 ايام في مرسوم طلع من وزاره الماليه رقمه 474 بسنه 2014 19 مايو 2014
صار ليجل اللي بياخد فيرتشوال اوفيس في يروح يسجل بالسجل التجاري بوزاره الماليه وبيشتغل عادي اكيد في شروط انه بده يحط انه هو اخذ فيرتشوال اوفيس مثل كل هالشركات اللي بتتاسس. بس ايه اكيد اليوم السلبيات ما كانت هينه، خصوصا انه اليوم بعدك لليوم رالف تنزل على الطريق تقول لواحد شو يعني فيرتشوال اوفيس او مكتب افتراضي ما بيعرف. مع كل هالشغل اللي عم نشتغله هون دوركم انتم كاعلام ودور الجمعيات اللي بتختص بهالامور انه تنشر التوعيه على ما بدي اقول على الفيرتشوال، بدي اقول على كل شيء ترند ايجابيه عم تطلع من برا. ونحن بلبنان، نحن بلبنان ما تنسى انه لبنان هو صله الوصل بين الشرق والغرب، موقعه للبنان كثير مهم استراتيجي مش بس لشبابنا، لكل العالم يلي ناوي يكون عنده شغل بين الشرق والغرب لبنان كثير مهم، فاكيد لازم يكون في كل الترندز ومنهم الفيرتشوال اوفيس. بعدين كمان بالجامعات لازم بعض الاختصاصات اللي بتطلب هيك او بتحاكي البزنس يكون كمان عم يتضوا على هالموضوع، لانه مهم شباب والصبايا يعرفوا هالاوبشن الموجوده ويعرفوا هيك اهميتها ويفكروا فيها ويدرسوها مزبوط، لانه لها حسنات كثيره اكثر من السيئات. صحيح صحيح، انا جربت للصراحه من فتره يعني وبعدني عم بشتغل عليها انه كل زبونائي كل التلاميذ الطلاب يلي هن هلا عم بدهم يتخرجوا ان كان بالام بي اي او اخر سنه من تخرجهم، نحكي مع الجامعه مع المسؤول عنهم نطلع نعطيهم مثل ليك نص ساعه ساعه نحكي عن هالكونسبت قبل ما يتخرجوا ينزلوا سوق العمل، لانه عن جد عم بيكون معهم كابيتال عم بيروحوا يصرفوه على مكتب وتجهيز مكتب انه انا صار عندي مكتب، عم بينسوا انه هالكابيتال فيهم يستعملوه للماركتينج للادفيرتايزينج، والمكتب ما بده شيء بياخد مبلغ كتير صغير يعني. ويمكن في حال فشل المشروع لا سمح الله بيكون يمكن صرفوا هالمصاري او ضيعوا هالمصاري ما تكلف شيء، في حال هن جهزوا مكتب لهم دقائق زاد يعني 1000 ليره وفشل المشروع يمكن رح يخسروا مبلغ كبير، بالمقابل اذا كانوا عم بيستعملوا فيرتشوال اوفيسز او هالمكاتب الافتراضيه بيقدروا يكونوا عم بيوفروا شوي مصاري مثل ما قلت يستثمروها كان بالاعلانات او بالدعايات او بالتواصل. عالميا هالكونسبت كمان ماشي حول العالم وهيك، وين اكثر شيء عم بيكون البوم الكبير اللي عم بيصير؟ ليك عالميا كله رايح صوب الفيرتشوال اوفيس والهايبريد اوفيس، هاي الترند مثل ما قلت، هيدي الترند خلص ما بقى في حدا اليوم يمشي مع التطور ومع العصر بانه انا عندي مكتبي وانا هون خلص هيدي انا هون ما بقى في منها، انت بكون وين ما كان لتمشي البزنس صارت صعبه صعبه، عم بيجيك هيدا الحل عالميا كلهم هيك عم بيشتغلوا، حتى المحامين برا بتلاقي محامي عنده فيرتشوال اوفيس هون وهون، يعني اليوم هون بعدنا كمحامين مكتب بس حتى نحن نقابه المحامين كمان صار فيهم يسجلوا على الاوفيسز اللي هي سيرفيس مش فيرتشوال. سو اليوم اكيد توجه العالم كله مثل ما قلت لك عم بيكون صوب هيدي الهايبريد سولوشن، نحن وي ار كوبينج مع هيدا التطور وعم بيجوا لعنا من برا لحتى يعملوا باز بلبنان لحتى منا ينطلقوا ويأسسوا على ان كان دول عربيه. لبنان كان بوقتها من زمان كان عن جد كل الهيد اوفيسز عم تكون هون، صار في فتره للاسف كلهم طلعوا من هون، هلا من سنتين مع انه في كوفيد من سنتين لهلا انا عم برجع اشوف في عالم عم تيجي تحط اجره بلبنان لانه اذا بدك من بعد كل نزله في طلعه نحن هلا بالطلعه ان شاء الله على امل هيك نشوف هالطلعه ونلمسها هيك فعلا على الارض. انا بشكر وجودك معنا روجر عزار خبير المكاتب الافتراضيه، يعطيكم الف عافيه ودائما هيك ان شاء الله بيكون لقاءات واطلالات معك لنحكي عن هيك هالعالم البزنس وكل الترندز الجديد وقد ايه الشباب والصبايا بلبنان لازم يكونوا على اطلاع على هالمواضيع لان هذا الشيء بيفيدهم وبيساعدهم لانطلاقتهم بمجال الاعمال. صحيح ميرسي كثير ميرسي لك ثانك يو. مشاهدينا بريك صغير ومن بعده مكفي استقبال ضيفنا، خليكم معنا.